هذا وأدى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت أمام مجلس الأمة خلفاً للراحل الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح، وذلك في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة الكويتي بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ونواب الأمة. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.